ظهر أن من بداية العملية بعد ترشح محمد والشيخ محمد أحمد أنه عنده قدرة لتحقيق ذي التناوب بطريقة سلسة. هنا كان الوزير الأول الأسبق يحيى الأحمد الوقف يستعد للانتقال إلى مركب الأغلبية القادمة بعد سنين من المعارضة امتدت منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق سيدي محمد الشيخ عبد الله. لم تكن هذه الحالة الأولى التي يعلن فيها قيادي معارض انتقاله إلى الضفة الأخرى، ولم تكن الأخيرة، فقد سبقه وتبعه في ذلك قياديون مشقون عن حزبي تواصل والتكتل، الحزبين الوحيدين اللذين نالا زعامة المعارضة بعد الانتقال الديمقراطي في العام 2006. لكن انتقال الحزب الحاكم في عهد سيدي الشيخ عبد الله إلى صف الأغلبية كان نقطة البداية الفعلية لعهد جديد سيتسم بالتهدئة والانفتاح حسب كثيرين، وهو ما كرسته احتفالات الاستقلال في أكجوجت التي اعتلى منصتها زعيم المعارضة وأغلب منافس الرئيس غزواني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ورؤساء سابقون، وسط مستوى من الراحة لوضع سياسي جديد كاد يحصل الإجماع بين الحاضرين عليه. وبالتالي يجب على المواطنين كاملين أن يلتحموا. 28 نوفمبر ذكرى استقلال موريتانيا، بل ذكرى ميلاد الأمة الموريتانية، وبالتالي هي عيد للجميع أيا كانت التوجهات السياسية، ومن الطبيعي أن يدعى الجميع. واليوم على كل حال نحمد الله أن دعي الجميع وأن حضر الجميع. على الهامش كان حديث الإعلام منصبا على صراع محتمل بين الرئيس وسلفه كان يضفي على المشهد السياسي مستوى من الضبابية رغم جو الصفاء والهدوء الذي تلاحظه المعارضة. كان مناسبة لبروز مشهد جديد في الساحة الوطنية، وهو نوع من التلاقي ونوع من الإجماع، ولم يتغيب عنه تقريبا إلا طرف واحد. لم يكن الرئيس السابق محمد عبد العزيز بالفعل مرتاحا للوضع الناجم في ظاهره عن خلاف سياسي على الحزب، ويضمر بالنسبة لعبد العزيز تضييقا على الحريات التي كان قد أطلق لها العنان طيلة 11 سنة أو استهدافا شخصيا له ربما. أنا كنت رئيس ذي الجمهورية وكنت متحكم فيها، ومنين مشيت يوم واحد غشت مشيت مولي. أحاديث هنا وهناك تجنب رئيس البلاد الحديث عنها بلغة الكلام تاركا الأفعال تتحدث، فمن ناحية أشرك المعارضة ولو جزئيا في تسيير الملف الأهم في سنة حكمه ملف جائحة كورونا، كما كان ختام السنة الأولى مسكا بالنسبة للطيف السياسي المعارض. اكتمل التحقيق البرلماني وأخذت محكمة العدل السامية طريقها إلى التشكل، المحكمة التي ظلت مطلبا للمعارضة معلقا طيلة سنين، وكرس هذا الاتجاه بالنسبة لطيف من المعارضة الفصل بين السلطات، فيما مكن البرلمان بالنسبة لطيف آخر من العمل بكامل صلاحياته. زيادية النقاشات المتعلقة بإعادة الاعتبار لهذه الجمعية وعنها تقبل كل صلاحياتها.